نتكلم عن منتخب مصر، شايفين اداء منتخب مصر ازاي في ماتش بوركينا فاسو، وعنده ماتش مهم جدا غينيا بيساو، وحظوظ المنتخب طبعا في المركز الاول في المجموعه بالعلامه الكامله. احمد لا طبعا مشوار يعني مشوار بدايه مشرف جدا، تسع نقط من 3 ماتشات، انت لو كسبنا الماتش الجاي ده غينيا انت يعتبر صعدت رسمي كاس عالم. والبدايه طبعا مع كابتن حسام بدايه موفقه جدا جدا جدا، ماتش نتيجه كويسه 2-1. بالنسبه لي انا ماتش كان بالنسبه لي اهم حاجه النتيجه، ان احنا ناخد 3 بونت كمان تامن نفسك جدا، تطلع ماتش غينيا ده يا تتعادل يا تكسب، انت صعدت بنسبه 90%. فمشوار موفق لحد دلوقتي. عصام عندنا ماتش غينيا ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي باذن الله، شايف الماتش ازاي هو هيتلعب في غينيا بيساو؟ هو طبعا ماتش مهم للمنتخب، وطبعا احب ابارك للمنتخب على الماتش بتاع بوركينا، وان شاء الله الماتش اللي جاي ده انت تكسب. يعني انا بالنسبه لي انت خلاص ضمنت ان انت صعدت كاس عالم، قدرت ان انت ما ترجعش، ان ترجع من هناك برضو بنتيجه ايجابيه، ان انت ممكن تكون متعادل لسه اول مجموعتك ولسه بفرق كبير عن الناس اللي تحتك. فانا بالنسبه لي طبعا ماتش مهم جدا جدا، ان انت تبقى مرتاح من بدري، تدي براح للمدير الفني، تدي براح للعيبه ان هم تلعب وانت مرتاح، هبان امكانيات. احنا عندنا طبعا لعيبه جامده جدا في المنتخب، ممكن يعني كتر تغيير من المديرين الفنيين في المنتخب هو اللي بيخليك تحس ان مفيش استقرار في الاداء. انا عايز المدرب يجي، فالمدرب ممكن بيقعد مده قليله جدا واقعد اقول ده اداء اللعيبه دي وحش، هاتوا واحد تاني، برده بيقعد مده قليله واقول برده اداء. طب ما تسيب حد يقعد مع المنتخب ده فتره كويسه، وان شاء الله احنا متوسمين خير في اي حد يكون موجود، كلنا طبعا ورا المنتخب وورا كابتن حسام، وان شاء الله ربنا يكرمهم في الماتش اللي جاي وفي الصعود باذن الله. طيب بالحديث عن الكباتن الكبار في منتخب مصري، لنا طبعا محمد صلاح وغيرهم، شايف الروح الجميله اللي احنا بنشوفها في المنتخب وكواليس المنتخب تاثيرها ازاي وانعكاسها ازاي في الماتشات؟ لا هو باين ان طبعا بص، هو دايما مع كل مدير فني جديد دايما بتظهر روح جديده، ده طبيعي في الكوره جدا. يعني ده دايما في الانديه بقى او في المنتخبات او الكلام ده، دايما لما يبقى جاي لك مدير فني جديد دايما بيبقى في روح جديده وفي حاله جديده في الفريق او في المنتخب. طبعا كابتن حسام طبعا يعني مش محتاج حد يتكلم عليه طبعا. كلنا اتبسطنا ان هو موجود في المنتخب، وده كان تقريبا يعني حلم من ده كان مطلب شعبي. طبعا كان مطلب فلا كبدايه وكروح، لا الماتش اللي فات ده هتحس ان اللعيبه كلها لعيب واحد في الملعب، وكله كله بيموت نفسه في الملعب. الحمد لله ده اللي خلانا نكسب ماتش مهم جدا زي ده، يطمنا يعني، يطمنا ان شاء الله في اللي جاي. تمام. على الرغم ان الكيرف شويه نزل في الشوط الثاني. بص هقول لك، يعني ممكن في الشوط الثاني ممكن اللعيبه خافت على النتيجه بتاع او حاجه زي كده، يعني مش عارف ليه. وطبعا الشوط الاولاني كان طبعا شوط مميز جدا للمنتخب، وقدرنا ان احنا نعمل فيه نتيجه كويسه. طبعا كنا مستنيين من الشوط الثاني ان احنا نزود كمان، تمام ما حصلش، بس والحمد لله ان هي النتيجه خرجنا بمكسب. الحاله اللي انت بتتكلم عليها بتاعه المنتخب، المناظر اللي بعد الماتش تبسطك، يعني اللعيبه والروح اللي ما بينهم. ليه؟ لان احنا كنا سامعين كلام من غير ما ندخل فيه، كلام كتير قوي وبتاع ومش عارف ايه. الاجواء بعد الماتش، لا اجواء تبسطك، اللعيبه كلها مع بعض واللعيبه كلها مبسوطه وفرحانين وبتاع. وزي ما كنت بقول لك من شويه برضو، هاخد نقطه كنت حابب ان انا اتكلم فيها، فكره ان انت ترتاح من بدري بيدي براحه قدام المدير الفني، ممكن ان انا اقدر استقطب لعيبه ثانيه للمنتخب. في لعيبه في مصر، يعني اللعيبه طبعا اللي موجوده كلها لعيبه كبيره وكلها لعيبه تتشرف وباذن الله يفرحونا، ان انا اقدر في لعيبه تانية ان انا اقدر اشوفها ولعيبه تاخد معايا تاني. انا ممكن دلوقتي المدير الفني برضو كل الناس بتقعد تطالبه، لا خد ناس تاني، لا خد ناس جديده، لا في ناس، وهو معذور انا في موقف حرج وحابب ان انا عايز اصعد وعايز اريح دماغي من بدري وكده. لو الحاجه دي حصلت ان انا من بدري قدرت ان انا اجيب معايا البنات اللي تخليني مرتاح، هقدر اجيب ناس تبقى موجوده عندنا في كل الانديه. انا ممكن اتكلم على يعني على المكان اللي انا موجود فيه والناس اللي انا بتمرن معاها كلهم، لا عندنا احنا نفسنا في الفرقه لعيبه، يعني لعيبه فعلا لعيبه كبيره، لعيبه كل يعني
معظم انديه مصر بتكلمها في كذا مكان يعني والله في كل المراكز، يعني في كل المراكز عندنا ولاعيبه كمان سنها صغير بسبب زي ما كنت بقول لك في بدايه الحلقه ان حته القيد خلتنا نلعب بلاعيبه شويه صغيرين في السن. عندنا ورا لعيبه كلهم طبعا اخواتي الصغيرين كلهم لعيبه كبار، عندنا محمد نصر ده من المساكين الهايلين هايلين، وعندنا في نص الملعب اللعيبه الصغيره طبعا هشام ده كابتني في المقصه، ومخلوف محمد مخلوف ده ان شاء الله باذن الله مخلوف ده تشوفوه في الكام سنه الجايين في حته كبيره. يعني انا دايما بقعد اقول له كده هو يهدى وهيبقى في حته كبيره، انا ده اللي انا والكلام ده بتسال عليه انا بعد كده ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. طيب فنيا تشكيل 3-5-2 ده احنا ما لعبناش بيه كتير او من زمان ما تلعبش بيه 3-5-2 ده، كان على ايام انا يعني كان تقريبا كان على ايام كابتن حسام حسن لما كان بيلعب كوره لما كان بيلعب كان تقريبا دخلها مصر تقريبا كان فايصه اخر حاجه ايام ايام كابتن حسن شحاته 3-5-2 دي او 5-3-2 كابتن حسن شحاته ما كانش بيلعب لا كان بيلعب دايما كان بيلعب بالابرو دايما كان هاني سعيد وجنبه بقى الاثنين سرد باكات بس كابتن حسن بيلعب خمسه بس مش ثلاثه خمسه ثلاثه او خمسه ما هو في باك اللي فات ده ثلاثه الماتش اللي فات لعبنا ثلاثه بس دايما كان عندك باكين لا فكره ان انت تلاعب ترجع لعيبه الكوره ل 3-5-2 وشفنا كمان يعني اللعيبه خدت على الطريقه الجديده احنا عندنا وعي اللعيبه المصريه اذكياء جدا والله العظيم مش بهزر اللعيبه المصريه اذكياء جدا 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 وعندهم وعي تكتيكي وفي ثانيه لعيب بيلعب اربعه يقدر يلعب يلعب ثلاثه ويلعب خمسه فكان سهل عليهم تطبيق ده يعني تقريبا الجيل ده مفيش حد فيهم لعب تقريبا بالليبرو لو انا فاكر صح يعني الرجاله اللي موجوده دلوقتي اللعيبه اللي موجوده اللي موجودين دلوقتي محدش لعب تقريبا محدش لعب اصلا عشان انت ما عندكش المركز ده يعني انت قصدك انا فاهم ان المركز ملغي في مصر يعتبر هي ما بقتش دلوقتي برضو انا عايز افهمك حاجه ان في العالم كله لا هم في فرق لا في العالم بتلعب ثلاثه بس مش ليبرو. مش ليبرو ليبرو مظبوط ثلاثه دلوقتي موجوده عادي بس ثلاثه طبعا ما احنا بنلعب بثلاثه احنا في ماتشات كتير بنلعب ماتشات كتير قوي ثلاثه ده مش ليبرو يعني برضو يعني ثلاثه مش بيبقى ليبرو أمال. وعادي انت شغال من ورا من تحت انت شغال بثلاث لعيبه في وقت بس ما فيش ليبرو صريح عماد النحاس مش موجود لا انت بتلعب بثلاثه عادي وباكين هافين يعني الباكين بيزيدوا من قدام وثلاثه فاتحين الملعب ما فيش لعيب بقى اللي هو سائط ما بين الاثنين والسرد باكين قدام دي مش موجوده لكن ثلاثه دي كانك بتلعب اربعه بس مطير باك لقدام شويه ف يعني قريبه الاربعه جدا فعادي لا تلاقي لعيبه نفذتها وكان شكلنا كويس جدا احنا عندنا مشكله لما بنوصل كاس العالم ده في حد ذاته هو الهدف بتاعنا ان احنا الوصول الى كاس العالم للاسف بس كده هل تتوقع ان 2026 ممكن يعني يحمل مفاجآت ساره للجماهير المصريه؟ بص هقول لك حاجه هي دي كانت مشكلتنا ممكن قبل كده ان شاء الله باذن الله ان كاس العالم الجاي نصعد ده اولا باذن الله وهنعمل ان شاء الله باذن الله حاجه كويسه ان شاء الله. كانت فكرتنا قبل كده ان انت بس نصعد كاس العالم بس عشان كانت اخر مره انت صعدت في 90 فكان مده كبيره قوي فكان هو ده اللي خلى حلمك بس ان انت تصعد مظبوط فلما صعدت كنت يعني انت حاسس ان انت ايه خلاص انت عملت كل اللي حصل حاجه تشبع انا صعدت كاس العالم فكنت بتخرج فبتلاقي منتخبات تانية لا مش عارف ممكن كاس العالم اللي فات صعود المغرب ان انت تلعب بيلعبوا قبل نهائي فده طمع كل الناس ان انا ليه ما بقاش كده خلاص بقى فكره ان انا يا ريت نصعد لا انا صعدت مره واتنين عادي بعد سنه 90 فده اللي ممكن يخلي اللعيبه لا خلاص فكره ان انا هبقى صعدت كاس عالم هتبقى فرحان طبعا وسعيد وكده بس يلا بقى انا نفسي كلاعب عايز اشوف عايز اسوق نفسي انا بتاع لعيبه المغرب دي مش احسن مني انا كسبتها في بطوله افريقيا اللي قبلها على طول قبل كاس العالم تمام وفي في نقطه ثانيه ماشي اصلا من القطر في نقطه ثانيه برضو ان انت بقى عندك لعيبه محترفه كتير يعني الاول فانت انت رايح ده انا هشوف لعيبه اوروبيه ده انا هلعب ضد البرازيل ده انا هلعب ضد اسبانيا ده انا هلعب ضد فالموضوع كان يخض انت عندك اربع لعيبه منورين كمحترفين صلاح وتريزيجيه ومرموش ومصطفى مكسرين الدوريات فانت دلوقتي انت بقيت عادي زيك زيهم انا مش طالع خايف بقى وبمثل مصر في منتخب كاس العالم فانا ده الانجاز لا عادي ما انت صلاح احسن لعيب في الدوري الانجليزي 3 4 5 مرات خلي بالك احنا 2026 خلي بالك اللعيبه دي بقى هيبقى في 2026 عندهم كام سنه
مش بعيد 2026 صلاح دي يعني انت ممكن تكون سنتين. بتتكلم عشان انت حاطط يعني كلنا في مصر طبعا صلاح بنفتخر بيه كلنا، بس انت حاطه دايما مرايتك ان هو صلاح دلوقتي كام سنه، في 26 هيبقى كام سنه، بس انت لو خدت بالك من اللي حواليه لا لعيبه المنتخب صغيرين بالظبط. اه يعني لعيبه المنتخب معظمهم صغيرين، انت بتلعب ورا عبد المنعم صغير وممكن رامي بس عندك برضو ياسر مش كبير، هاني الناحيه الثانيه فتوح او حمد، الناس كلها كلهم لعيبه. وزي ما قلت لك انت وبرضو انت بتتكلم ان في 26 اللعيبه دي انت ممكن في 26 يطلع عندك لعيبه ثانيه زي ما كنت بقول لك ان بيبقى في ثاني لعيبه موجوده، لعيبه جامده جدا وهم اللي بيبقوا بيشاركوا، مش شرط اللي بيلعب دلوقتي هو اللي هيلعب في كاس العالم 2026. انا حابب جدا ان انتوا بتتكلموا يعني بشكل كبير على اللعيبه الصغيرين. تتوقع مين من اللعيبه الصغيرين اللي مش موجودين في المنتخب حاليا من اللعيبه الصغيرين اللي ممكن يكونوا مثلا في موجودين مع المنتخب مثلا الاولمبي مثلا، ممكن يكون ليه دور كبير في الفتره اللي جايه منتخب مصر؟ ممكن عمر الساعي، كنت لسه هقول ده يبقى احسن لعيب في مصر، لعيب كبير وامكانيات كبيره جدا جدا، واعتقد يعني ان هو هيحترف بعد ان شاء الله الموضوع المنتخب الاولمبي ده. انتوا عمر ساعي عشان هو معاكم في الاسماعيلي يعني لا عشان هو بتنتصروا اليه؟ هو خد بالك هقول لك على حاجه، هو مطلوب في انديه كتير. انا يعني انا اعرف جاي له عقود خارجيه وداخليه ما شاء الله، وعنده لعيبه عنده شخصيه. انا بحب اللعيبه اللي هي عندها شخصيه في الملعب. هو والله بجد شابو ليكم انتوا الاثنين بجد ان انتوا يعني بتذكروا زميل ليكم بالخير وفرحانين بيه ان هو موهبه صاعده. يعني احنا في النادي كلنا بنقول على عمر كده، مش الكلام ده مش بنزكيه وهو مش فيه. هو عمر كمان لو اهتم بنفسه هيروح في حته كبيره جدا، يعني لو اهتم كمان اكتر بنفسه هيروح في حته كبيره جدا، واحنا متوصلين فيه خير، ودي حاجه بتخلي الواحد فرحان ان انت حد انت معاه. انت انا عمر اعرفه من 3 سنين كان بيطلع معانا وهو عيل صغير وبتاع، لعيب كويس ولعيب عنده شخصيه ودي اهم حاجه. يعني انا ممكن بيظهر لعيبه جامده جدا، وزي ما محسن كان بيقول لك من شويه قلق من الجمهور بتاع ده، انت تتعامل معاه ومش فارق معاه حاجه. فلا لعيب كويس قوي. انا هو كام سنه دلوقتي عمر؟ تقريبا أولمبي. بس لو اصغر من هو اصغر من منتخبه تقريبا 19 20 19 في اياد برضو خلي بالك، اياد سردباك كويس جدا، اياد وسردباك اشول. هو احترف اوريدي، راح مش من عندنا في شهر واحد، راح في روسيا العسقلاني. اياد العسقلاني ريستو الروسي. اياد ده بقى 18 سنه، صغير جدا جدا، ولعب ما شاء الله لعب الدور الاول كله قبل ما يمشي، وكان من اللعيبه المميزه جدا، ولما راح هناك لعب الماتشات كلها. وامكانيات برضه هو سرد باك قوي جدا جدا جدا، هو بس مشكلته بس ما يحاولش يبقى حريف زيي. هو بيبص عليا كتير فعايز هي دي مشكله تتقطع تيجي فينا جون، خسرنا 8 ماتشات بس. كابتن حمد بقى بيتكلم، كابتن حمد اللي اتكلم معاه في الموضوع ده، كابتن حمد. طيب عايزين نختم رسالة أخيرة توجهها لجميع نادي الإسماعيلي، توعدهم بحاجات لطيفة، وممكن ناخدها كمان على السوشيال ميديا. ورسالة ليك كمان، اتفضل يا كابتن. طبعا أنا بقول لجمهور النادي الإسماعيلي، أنتوا جمهور كبير جدا وجمهور عظيم، ودايما أنتوا في ظهر النادي وفي ظهر اللعيبة وفي ظهر الإدارة. أنا بحترمهم جدا جمهور الإسماعيلي، لأن هو جمهور يعني صبر كتير قوي 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 على النادي ان هو ياخد بطوله، ودايما ما بيأثرش، ودايما يعني جمهور بيستنى الحاجه الصغيره اللي قد كده عشان يفرح ومن غير مقابل. ده جمهور النادي الاسماعيلي بجد، وبيروح ورا النادي الاسماعيلي في كل حته في كل مكان. بتوعدهم ان انت هتفرحهم ان شاء الله؟ ان شاء الله في الفتره القادمه باذن الله، ان شاء الله نفرحهم كل اللعيبه، وكل اللعيبه ما تاثرش، وكل اللعيبه تفرحهم، وان شاء الله نبقى في حته احسن من كده باذن الله. كابتن عصام، جمهور طبعا جمهور الاسماعيلي يعني مش محتاج ان حد يتكلم عليه، كل الناس عارفه جمهور الاسماعيلي ده حبه للنادي وشغفه واخلاصه كمان للنادي. فاحنا بنوعده من كل لعيب فينا وكل واحد موجود في المنظومه جوه النادي ان هو يعمل كل اللي عليه ان يرجع النادي ده لوضعه الطبيعي. الجمهور ده انا شفت منه حاجات كنت بتكلم بره الهواء، لا بيجوا مشوار اسكندريه ده 6-7 ساعات، دول ولا حد بقى بيديهم حاجه ولا يجوا، ممكن الجو زي الايام دي كده حر جدا تلاقيهم وراك، جو ساعات بيبقى مطر، انت نفسك وانت نازل الملعب مش يعني من المطر، مش الناس دي كلها بتبقى موجوده في المدرج من قبل الماتش بساعه واتنين. فانا بحب طبعا اشكرهم على
وجودهم دايما جنب النادي، وبنوعدهم ان شاء الله باذن الله النادي يرجع لمكانته الطبيعيه. اشكركم شكرا جزيلا كابتن احمد محسن، اشكرك شكرا جزيلا كابتن عصام صبحي، اشكرك شكرا جزيلا. حابب حاجه اخيره ارجوك سعد بس بهني كابتن سعد حسني لاعب نادي الاسماعيلي لسه ربنا رزقه بمولود ابن عمر. الف الف مليون مبروك يا كابتن سعد. مبروك وطبعا مبسوط ان انا كنت مع حضرتك ده انا اكثر والله شرفنا بيك وكل سنه وانتم طيبين.